شفت دموعي دموعي دموعي. فرقة التخت الشرقية الفلسطينية تحصل على الباز الذهبي وتتأهل إلى الدور نصف النهائي من برنامج المواهب Arabs Got Talent. لحظة عوضت الفرقة عناء الرحلة الطويلة إلى بيروت من قطاع غزة الذي لم يغادره معظم أعضاء الفرقة من قبل. طلعنا على المسرح وقلت بالصدفة هيك لقينا مرة واحدة نصر القصبي دعس على الباز الذهبي، ففرحنا والجمهور صار معنا فرحان برضه. كنت متوقع إنه يحط الجولدن باز نصر، لما حطه حسيت بالحرق بالفرحة، حسيت إنه تعبنا ما راح الشيكة. أصبحت مدرسة إدوارد سعيد منذ أعوام البيت الثاني للفتيان الأربعة والفتاة عازفة الناي، فهي مدرسة الموسيقى الوحيدة في قطاع غزة. هنا يعمل الخبراء على صقل مواهب أعضاء فرقة التخت الشرقي التي تحلم بالفوز ببرنامج المواهب العربية. أملنا كبير بأنه يكون فريق التخت الشرقي هو صاحب اللقب وأنه يتدربوا بشكل ممتاز وكويس من أجل أنه إحنا نصل إن شاء الله للعالمية. إذا فزنا أو ما فزناش رح نضل فريق واحد ورح نضل مع بعض ورح نضل نشوف بعض، وهيك أصلاً إحنا بالآخر يعني بندرس في نفس المكان موسيقى. إحنا بدنا إن شاء الله نرفع رأس بلدنا، وإحنا المرة هذه بدنا نغني للوطن إن شاء الله. ورغم عزيمة الفرقة العالية لابد من التدريب الجاد لكي تكون دموع الفرح في المرة القادمة عند الفوز بالبرنامج الذي يتابعه الملايين في العالم العربي.